بعد أن وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على إحالة اقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية إلى الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي ومصادر واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي والصناعات الدوائية في مملكة البحرين، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة وشمولها لأحدث تقنيات وأساليب العلاج. خطوة اتخذها مجلس الشورى في مملكة البحرين بتقديم اقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية إلى الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي ومصادر واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث العلمي وكذلك الصناعات الدوائية، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة. متواجدون هنا اليوم في قسم الطب التجديدي وبالتحديد في جامعة الخليج العربي لنتعرف على ما توصلت إليه مملكة البحرين في هذا الشأن. طب الخلايا الجذعية أو ما يطلق عليه طب المستقبل يشكل أهمية حالية ومستقبلية لتقدم الطب في جميع دول العالم، وهنا في البحرين وبعد أن رفع مجلس الشورى مقترح الخلايا الجذعية إلى الحكومة، سيسهم الطب التجديدي في أن يكون موطئ قدم للمملكة في مشروعات التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي. الدكتور صفوق الشمري مدير مركز الطب التجديدي والخلايا الجذعية في جامعة الخليج العربي أكد لنا سعي الجامعة لأن تكون سباقة في هذا المجال من خلال إنشاء برنامج متكامل للطب التجديدي في المنطقة. جامعة الخليج العربي كانت سباقة، وسباقة ليس على مستوى الخليج، يمكن على مستوى الشرق الأوسط، بطرح برنامج متكامل للطب التجديدي بفرعيه الخلايا الجذعية ومكافحة الشيخوخة. احنا نتكلم عن برنامج الماجستير يخرج طلاب لهم معرفة في الطب التجديدي. يغطي البرنامج تقريبا كل عناصر الطب التجديدي، فهو أول برنامج في منطقة الشرق الأوسط يكون الكادر الأكاديمي والأساتذة فيه من أكثر من 10 دول متقدمة في هذا المجال حول العالم. احنا نتكلم عن أساتذة من أمريكا، من كندا، من أوروبا، من اليابان، ومن الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك سعت جامعة الخليج العربي لإنشاء أحدث مركز متكامل للطب التجديدي في المنطقة، راح يخدم البحرين ويخدم دول الخليج وحتى منطقة الشرق الأوسط. الإمكانيات اللي موجودة في هذا المركز ما هي موجودة في أي مكان ربما في الشرق الأوسط. يهدف القانون إلى المحافظة على الموارد المالية الوطنية من خلال توفير فرصة العلاج بالخلايا الجذعية وطنيا، وتقليل الاعتماد على الخدمات الطبية الخارجية، ويفتح آفاق السياحة العلاجية في مملكة البحرين، كما ويؤدي إلى تطوير الخبرات وإعداد كوادر طبية وطنية متخصصة في هذا المجال. إن شاء الله راح يكون مثل نقلة إن شاء الله نوعية في نوعية الطب اللي نمارسه. نحن كنا نمارس الطب التقليدي اللي هو مجرد يعالج الأمراض من ناحية الأعراض فقط، ولكن بوجود الطب التجديدي حاليا واللي هو يسمى طب المستقبل في استخدام الخلايا الجذعية اللي تعتبر الخلايا الأساسية، من خلال ممكن احنا نستثمرها في أن هي تغير أو أن هي تعدل من الخلايا أو الأنسجة التالفة في هذه الأمراض. الطب التجديدي يركز على هذه الأمراض المزمنة والشائعة في منطقة الخليج تحديدا، ويهدف إلى خدمة مملكة البحرين وأيضا المرضى في منطقة الخليج ككل، فإن شاء الله يكون هناك مستقبل. إن مقترح الخلايا الجذعية سيكمل مرحلة الريادة التي حققتها مملكة البحرين على مدى القرن الماضي، وسينقل البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة، كما وسوف تخطو المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال أسوة بالدول الخليجية والعربية التي بدأت في وضع التشريعات التي تضبط هذه الممارسات. العلاج بالخلايا الجذعية نقلة نوعية نحو طب المستقبل، هذا ما تسعى إليه مملكة البحرين من خلال توفير البيئة المتكاملة لتوفير كافة المخرجات التي تساهم في تطوير الطب بشكل عام. لمركز الأخبار خالد العون، تلفزيون البحرين.